هذه الحلقة أعزائي المشاهدين يطرح البرنامج مشكلة من مشاكل الآباء والأبناء، هي مشكلة مصروف الأبناء. كيف يقدره الآباء وهل يتقبله الأبناء برضا؟ البرنامج راحت تستعرض آراء الآباء في تلك القضية التي نطرحها. في الحقيقة بالنسبة لمصروف ابني في اليوم تبعت أنا طريقة ما، بحيث كتجربة أعطيته 100 فلس في اليوم، وفي نفس الوقت شريت له حصالة وأشعرت بأن هذه الحصالة له. فبالنسبة للمئة فلس وجدت أن في أول يوم صرف 80 فلس ورجع 20 فلس بطريقة لا شعورية، وجدت أنه يأخذ 20 فلس ويحطها بالحصالة. في ثاني يوم وجدت بأن 100 فلس اللي أخذها في ثاني يوم صرف منها 50 فلس ووضع بالحصالة 50 فلس، فأيقنت بأن 100 فلس كافي عليه، يعني ما أقدر أزيد أكثر من هذا. ليش؟ ليش أنه هو في الحقيقة وفر من 100 فلس أول يوم 20 فلس، ثاني يوم 50 فلس. اللي حاصل إيش؟ وهذا طبيعي، بأن الطفل شعر أول يوم وثاني يوم قاعد يوفر، بدأ من نفسه يوفر أكثر فأكثر. سألت أنا في نهاية الأسبوع شو اللي سويت بفلوسك؟ شفته من نفسه راح وياب لي الحصالة وقاعد يحسب اللي معه. قلت له يبا انت ليش ما صرفت ليش بقى معك هذول الفلوس؟ قال علشان انا شريت اللي انا احتاج له، والباقي لما شفته زايد قمت انا احطه بالحصالة. قلت له طيب ليش انت حاطهم الحين بالحصالة؟ كان يقول عشان يصيرون فلوس وايدين. قلت له وبعدين لما يصيرون عندك الفلوس الوايدين؟ كان يقول بعدين انا اشوف شن اللي انا ابي اشتري، بعدين اشوف ان عندي فلوس وايد اقدر اشتري. في الحقيقة اني انا ارتحت من ابني. ليش؟ لشن شفته من نفسه بدون اعاز مني انا او من والدته بيوفر وبيعتمد على نفسه، ومو فاهم الكلام انه بيعتمد على نفسه. هذه احنا ككبار طبيعي، بس ولد يطلع منه مثل نوع التصرف هذا كل جميل، وانا ارتحت نفسياً في الحقيقة. عندي ثلاث بنات في ثلاث مراحل، واحدة عمرها 6 سنين لسه ما كملتهمش حتى، وواحدة في متوسط، والتانية في مصر بتدرس أول سنة ليها في الجامعة. طبعا تحديد المصروف بالنسبة للثلاثة بيختلف من بنت للتانية. يعني اللي قبل المدرسة، قبل سن المدرسة، أنا بشوف إن مفيش داعي لحكاية المصروف بالنسبة لي، لأنها ما بتعرفش قيمة الفلوس، ما بتعرفش تصرف فيها كويس. لكن من وقت للتاني بديها فلوس في المحل وخليها تشتري وأنا واقفة عشان تعرف معنى العملة، يعني تتعرف على العملة الأول. بالنسبة للبنت اللي في المتوسط اللي هي تغريد، بديها مصروف، بديها مصروف وبكون حريصة على إنه ما يكونش مرتفع. والدها من الناحية التانية بيديها برضو مصروف، وعادة بيكون من وراء ظهر يعني، بس ببقى عارف. فالمهم هي بتاخد المصروف ده، ولما بتلاقيه كتير بتحوشه، أما بتلاقيه عادي بتصرفه في احتياجات. هي كريمة يعني، بتجيب لها وللبيت حاجات. أحيانا بتكون لها طلبات
اوفر، انا بحس ان انا مش المفروض اجيبها، فهي بتقول طيب انا دلوقتي عايز اشتري الحاجه دي فاتصرف. فنقول لها طيب بابا هيستغلها في عمل عنده في المكتب، انا استغلها في عمل في البيت، ونتفق من البدايه هتعملي العمل ده حديك المبلغ ده، مش هتعمليه مفيش. فبتبتدي هي تشتغل، عاده بتشتغل لغايه ما تكون المبلغ اللي عايزاه، وبعد كده بتخلع بقى، ما بتكملش، بتاخد الفلوس بتاعتها وبتجيب اللي هي عايزاه. بالنسبه للي في مصر انا مش عارفه، يعني حسيت انها خلاص كبرت ومسؤوله، وهي مسؤوله تماما عن نفسها، انا مش موجوده معاها، فببعت لها كميات كبيره من الفلوس عشان هي عايشه لوحدها، فما تبقاش قلقانه، ما تبقاش حاسه بالخوف ولا بالرعب لو حصل لها طارئ تصرف ازاي. ببعت لها كميات فلوس كبيره جدا، والحقيقه هي لغايه دلوقتي انا مبسوطه لانها بتتصرف صح، يعني بتاخد بس اللي هي عايزاه والباقي بتشيله، بتتصرف مش ما بتبعزقش الفلوس. يعني بالنسبه لموضوع المصروف بالنسبه للاطفال بالذات، انا بشوف ان المفروض حتى لو كانت الحاله الاجتماعيه متيسره جدا وكل حاجه موجوده والانسان في ايده يدي لابنه اقصى حد ممكن من المصروفات، المفروض ما نعملش كده معاهم، ياخدوا بس احتياجاتهم الضروريه جدا، طالما ان كل شيء متوفر في البيت وموجود فما فيش داعي لحكايه المصروف الزياده. لان الطفل اذا تعود على مستوى معين من الصرف، اولا مش هيحترم الفلوس، مش هيحس بقيمتها، مش هيحس ان في ايه الجهد اللي بيبذل عشان الفلوس دي تيجي، فبيطلع انسان متسيب، يعني ممكن يصرف الفلوس بشكل خاطئ، ممكن كل اللي هو عايزه يجيبه. الحقيقه مش كده، احنا بنربي ولادنا عشان يعيشوا بعدين وواجهوا الدنيا لوحديهم، فالمفروض نعودهم على الصلابه من الصغر، نعودهم انهم في شيء اهم من شيء، انهم يصبروا على نفسهم، ما يحققوش كل شيء دفعه واحده. فده مش ممكن يجي الا من خلال سلوك تربوي معين نبتدي معاهم من صغرهم لغايه ما يكبروا، يعني حتى في سن المراهقه انا بشوف ان او في سن البلوغ الواحد بعد ما يكبر شويه برضو حكايه المصروف الكتير مفيش داعي ليها، لان دي بتبقى سن قلقه والانسان بيتصرف فيها، بيتعرض لضغوط كتيره جدا داخل نفسه وبره نفسه، من جهة أصدقائه في المدرسة في الشارع، بيروح أماكن غالبا خصوصا إذا كان ولد الأهل ما بيعرفوش عنها حاجة، فكترة الفلوس في إيده بتعلمه أو بتكون سبب كبير قوي أحيانا في إنه ينحرف لطريق ما افتكرش إن أي أم أو أي أب بيحب إن ابنه يمشي في الطريق ده. برضو بالنسبة للبنت لازم تتعود إن تتصرف على حسب الحدود اللي موجودة عندها، لان دي في يوم هتبقى رب بيت، جايز قوي تواجهها مشاكل في حياتها، جايز تضطر انها تتقشف شويه، فيبقى هي مؤهله وعندها الاستعداد تتكيف حسب الظروف اللي هي موجوده فيها، ما تبقاش مدلله تقول لا ما تعودتش، لا انا عايزه، تعرف ان في احيانا الظروف بتحكم ان الواحد ما يقدرش يعمل حاجه، ده مش ممكن نديه للاولاد الا برضو من خلال التدريب اليومي او المصروف اليومي اللي احنا بنديه له. مصروف ايامنا زمان احنا كنا بناخذ انا وانتين، انا والانتين هذه كانت بتكفي اعتقد. الحقيقة المصروف مفروض انه يعطى للطفل على اساس معين، يعني مو عملية عشوائية، ممكن ولي امر يستطيع ان يعطي ولده في اليوم دينار، ممكن ولي امر يعطي ولده في اليوم مثلا 5 دنانير، ممكن ولي امر يعطي ولده في اليوم 20 فلس، لكن هل يستطيع انه هو يقدر هذا المصروف وين في رايح او ليش رايح المصروف؟ طبعا نعرف احنا الاولاد اطفال هذيل ما يدركون الشيء هذا، الطفل بياخذ المصروف سواء عنده ربع دينار او عنده 100 فلس بيوديه للدكان او بيوديه لفرع من الجمعيه، وان هذا المصروف شرى فيه اشياء في بعض الاحيان لو رجعنا لها بيشوف اشياء ايضا مضره وليس مفيده لانه ما يدرك هذا الطفل. المصروف بيحدد انا في رايي على قياس معين. أنا لما أجي أعطي ولدي مصروف أريد أن أعلمه أن هذا المصروف منين أتى في الدرجة الأولى، هو بياخذ ربع دينار لكن منين ربع دينار؟ هل بسهولة تعب ولي الأمر حتى جاب الربع دينار؟ كيف يصرف الإبن بالشكل التالي؟ اللي بيحصل أن العملية تحتاج إلى عملية نوع من التقويم البسيط للطفل أن هذا المصروف اللي جاي وكيف طريقة الاستفادة منه. ايضا بعرف ان بعض الاحيان بيوني اولادي
بيقول لي ايش معنى فلانة ابوها عطاها ربع دينار وانت عطيتني بس 100 فلس في اليوم 150. بقول لها الربع دينار ايش سوت فيه او ليش معطي ربع دينار؟ لان العملية لو احنا تكلمنا عن ان ايضا انا اقدر اعطي ولدي مثلا ربع دينار في اليوم، لكن انا ايضا برى انه هو بيصرفه في مكان، لا اعطيه قدر معين وكيف يصرفه ولا افرق بينه وبين اخوانه. لازم يشعرون اذا انا عندي ثلاثة او اربعة لابد يكون ايضا المصروف اللي رايح للثلاثة نفس الشيء. اذا اردت ان افرق بينهم في المصروف لازم افرق بين المصروف في عملية يا ثواب يا عقاب. يعني ان لما اقول له والله اذا نجحت خلال العام الدراسي او في الشهر الاول او زادت علاماتي في الشهر الاول راح ازيد مصروفك في وابي زيادة المصروف هذه انك تحوشه، يعني تقدر تحصله انك توفر لك. وفعلا هذا حصل مع اولادي انه في العيادي وكذا بيعمل عملية توفير، فلقيت انه ممكن يشاركني الرأي في انه يوفر هذا الفلوس. والطفل اسئلته كثير الحقيقة، في بعض الاحيان يقول انت تجيب فلوس اثنين من البنك هذا بيعطيك، فاكر انه البنك بيعطيك فلوس بسهولة. فبعض اولياء الامور ايضا انه يعطي ولده من غير ما يدرك وين رايح الفلوس. ايضا احنا لا ننسى في المدرسة مثلا الطفل هذا مع جيرانه او مع زملائه في المدرسة لما يعرف ان ولي امر بيعطي ربع دينار وهذا بيعطي ايضا 100 فلس، جايز بتعمل ردة فعل عند الطفل اذا ما اخذ استحسانها كجواب، يعني كيف انه هو يصرفها. انا باعتقادي المصروف مو بقيمته، لكن المصروف وين في رايح ولأي غرض رايح، وهل المصروف هذا بيستعمل لي في بعض الاحيان كعقاب، اني لو الطفل هذا عمل مصروف اقدر مثلا ان مثلا غاب عن المدرسه او ما سوى واجبه راح احاسبه ان اقلل مصروفه. هذه بتكون عمليه تربويه في حد نظري بيني وبين الاولاد عندي. لا اريد الحين اكثر لكم في كل ما يتعلق في مصروف الطفل خلال هذا البرنامج، لكن ايضا الابناء عاده عندهم بعض الاراء وعندهم في اولاد بيحصلون وفي اولاد ايضا انه يفكرون كيف انهم يحصلون هذا المبلغ. انا حق هذا رايي بالنسبه للمصروف الطفل وين راح يروح. شكرا. كان هذا اعزائي المشاهدين راي الاباء. ترى ما هي اراء ابنائهم؟ مدرجة معيوف، ابوي يعطيني كل يوم 100 فلس وبعدين هذا اشتري فيها اللي ابي، وساعات اشتري فيها واخلي 50، ها وبعدين اشتري فيها اللي ابي. امي اذا انا بطلب منها فلوس وقالت لي عندك فلوس، اقول لها اذا قلت لها لا تعطيني، واذا قلت لها ايه تعطيني، اذا قلت لها لا ما تعطيني، واذا قلت لها ايه تعطيني. بس اذا ابوي يعطيني، اذا قلت له عندي امي عطتني ما يعطيني، بس اذا قلت له عطتني امي ما يعطيني. اذا انا ما عندي فلوس وشفت شيء عجبني هذا ما عندي فلوس، لما اروح البيت اقول حق امي تعطيني، ولا اروح حق حصالتي اخذ فلوس هذا واشتري. انا اسمي هناء خالد الحربان، اخذ مصروفي من امي او ابوي ربع دينار او نص دينار، اكثر شيء بستير قصص الاطفال. اخر قصه الاميره والساحره. انا يوسف خالد الحربان واخوي مشعل خالد الحربان، واخذ مصروف ربع دينار واشتري فيه كاكاو عصير الان ابي، واذا صار عندي شيء احطه في الحصاله. بالنسبه لحكايه المصروف، انا باخذ مصروف من ماما وبابا، بابا بديني 100 فلس وماما تديني 50. عاده مش بحتاج لعمليه التوفير الا لما يكون عاوز حاجه زياده، مثلا هديه واحد صديقتي في عيد ميلادها. لما اكون عاوزه اوفر بوفر مصروفي، وبابا مثلا بيكلفني بعمل، يقول مثلا اقطع لي حاجات من الارشيف عشان على كل ورقه يديني 20 فلس. وساعات بابا بيكلفني باعمال
مثلا اقطع له بعض الاشياء بالصحف، اعمل له ارشيفات وباخد عليها مكافأة، فمنها باخد عليها مكافأة واستفيد من الحاجات دي اثقف منها. وماما برضو ساعات تكلفني باعمال واخد عليها مكافأة. بالفلوس اللي انا باخدها وبحوشها اما بجيب هدايا في مناسبات اعياد ميلاد لاصدقائي او هدايا لاخواتي. تغيرت احسن حاجة. التقينا أعزائي المشاهدين بأصحاب مشكلة مصروف الأبناء من أباء وأبناء. ترى ما هو رأي العلم، علم النفس والتربية، في مشكلة مصروف الأبناء؟ نحن في مجتمع مادي تحكمه الفلوس بشكل كبير، والطفل كإنسان لازم يتعرف على المجتمع، لابد أن نضع فيه بعض القيم والمفاهيم عن المادة أي الفلوس، وهنا يتطلب الأمر حذرا شديدا. فمثلا بعض الأسر تملك الوفرة المادية بشكل كبير وتعتقد أن هذا ليس عائقا في إعطاء الطفل كل شيء، بينما في أسر تانية فلوسها تتطلب الضبط وتحديد أمور كثيرة، فيمكن هذا يؤدي إلى حرمان الطفل من بعض أشياء. حين يخرج الطفل إلى الشارع هنا تبدأ المشكلة، حيث أنه هنا يكتشف أهمية الفلوس وحاجته إليها، سواء في شراء لعب أو حلويات أو لمجرد تقليد أصدقاء الصغار. هنا يأتي دور الأهل الذين يجب أن لا يتأثروا بالعاطفة في تحديد كمية الفلوس التي يجب أن يأخذها الطفل. طبعا لازم الطفل يأخذ فلوس، وكل أهل بيقدروا يعطوا أولادهم أطفال، بس المهم انه قديش نعطي الطفل. هل نعطيه كل ما يريد بحجة انه ولما لا فاحنا عندنا كل الكمية المطلوبة، او انه الاهل يعطوا الطفل كل ما يريد خوفا من ان يشعر بالحرمان، او خوفا من ان يقارن نفسه بالاطفال الاخرين وبالتالي يشعر بالنقص. في هذا الموقف يتطلب الامر بس قيمة اساسية عند الطفل، وهي ان الفلوس ليس كل شيء، وأنها مجرد وسيلة لتحقيق بعض الأغراض وأغراض معينة بالذات. فمثلا الفلوس لا تحقق الحب ولا السعادة، ولا هي التي تعلي مكانة الإنسان أو تخفضها، بل هي مجرد وسيلة لتحقيق بعض الأغراض المادية. فحين يحتار الطفل في طلباته، على الأهل أن يحددوا له كمية معينة على أساس أن يبث فيه أيضا القيمة، إنه يجب أن يبذل جهد للحصول على ما يريد، والفلوس هي هذا شيء من الأشياء التي يريدها. ثم يعلموه أن الفلوس أو قلة الفلوس لا تعني قلة القيمة بالوقت ذاته، وأنها ليس مبررا للشعور بالنقص، وأن هناك فروقات مادية وهذه لا تعني فروقات شخصية أو اجتماعية أو مكانة إنسانية في المجتمع. ثم يعلمه أن ما لا يستطيع الحصول عليه الآن يمكنه الحصول عليه في المستقبل، وهذا سيعطيه دافع للعمل على تحقيق رغباته المادية منها والاجتماعية والإنسانية وغيرها. من المعروف أن الطفل يتربى على أساس مبدأ العقاب والمكافأة أو الجزاء والعقاب، وهنا دائما تظهر الفلوس كأهم عنصر لاتباع هذا المبدأ. بعض الأهل يفكرون أن الطفل إذا قام بعمل جيد يكافئونه بالفلوس، أو إذا أساء التصرف يحرمونه من الفلوس. لا بأس من استخدام الفلوس كوسيلة لتحقيق هذا المبدأ، ولكن بحذر شديد. فمثلا ممكن أن تستخدم كعقاب، خاصة أنها وسيلة محببة للطفل لشراء اللعب والحلويات. ممكن أن نحرمه من بعض الفلوس أو من مصروفه اليوم أو جزء من مصروفه لكي يعيد أو يحسن التصرف،
ولكن من الخطر أن تستخدم الفلوس كمكافأة أو جزاء، لأن هنا يتكون عند الطفل مفهوم بأن المكافأة المادية هي التي تحدد بعد ذلك كيف يتصرف، وهذا سيؤثر عليه على المدى الطويل، وبعد أن يكبر قد يتحول إلى شخص مادي يعتقد أن مجرد حصوله على الفلوس هذا يعني سعادته، ويتناسى أهم شيء وهو أن المكافأة المعنوية أو الشعور بالرضا عن النفس أو رضا الآخرين عنه أو سعادة الآخرين به هي أهم من الفلوس بكثير. المجتمع الكويتي بيتميز بشيء مختلف عن باقي المجتمعات، وهي أنه كثير من الأسر لديها وفرة مالية كبيرة، وقد يؤدي هذا إلى إحساس الطفل بأن الفلوس بلا قيمة. صح يمكن الفلوس مش أهم شيء في الدنيا، بس في نفس الوقت هي وسيلة مهمة يجب التعامل معها بحرص. لذلك فالكرم الزائد أو السخاء الكبير على الطفل بحجة أنه فيه فلوس وما في داعي للاختصار أو التحديد هذا أيضا خطأ آخر. فالفلوس شيء لا يدوم طول العمر، وقد يأتي وقت يتطلب فيه الأمر من الطفل أن يبحث عن الفلوس ويجهد العمل لها. فهنا يجب على الأهل حتى الأثرياء جدا منهم أن يعلموا الطفل الصرف بحذر وبحرص. وبالمناسبة الآن أضيفت مادة اقتصادية في مناهج الأطفال في أمريكا، وهي الهدف منها أن يتعلم الطفل كيف يتعامل مع الفلوس بشكل اقتصادي، بحيث يصرفها في المكان المناسب وفي الوقت المناسب دون أن يشعر أنها مجرد شيء يحصل عليه بسهولة ويمكن أن يلقيه بسهولة في أي مكان ومع أي شخص. فهذا شيء ليس جيد له حين يكبر ويصبح رجل أعمال يحمل مسؤولية ملايين من الدنانير أو الفلوس في شركة أو في أي عمل. حاولنا إلقاء بعض الضوء على موضوع مصروف الأبناء، ولكن بالتأكيد تبقى هناك جوانب لهذا الموضوع ليس مكانها هذا البرنامج. أحييكم أعزائي المشاهدين، وألتقي معكم في قضية أخرى وحلقة أخرى إن شاء الله.